السلام عليكم، فلوج جديد من قناة ام فيديو، فلوج رقم 7. طبعا دلوقتي يا رجالة احنا في مستشفى بس اسناني، بعمل تقويم. انتوا شايفين حالة التقويم، لو اي حد يعني واخد باله كده ان انا حاطط تقويم. فانا المشكله ان انا النهارده ما كنتش عامل فلوج، بس انا سعد اتحايل عليا ان اعمل فلوج، فقلت له بلاش، قلت له بلاش اعمل فلوج وكده مش هيبقى حلو، قال لا مش عايزين نتاخر على المتابعين، بس المهم ان انتوا بس تكونوا فرحانين ان احنا بننزل كل يوم فيديو، بنحاول ننزل لكم كل يوم فيديو على قد ما نقدر، وان شاء الله نساعدكم. ودلوقتي طبعا دلوقتي انا مستني الدكتور لما يخلص. يا جماعه ان شاء الله بكره باذن الله، يعني احنا النهارده يوم الاحد تمام، وبكره يوم الاثنين، فانا اتفقت مع معاذ ان احنا نصور الكليب تمام. ان شاء الله الفلوج ده هينزل لكم ويتمنتج يوم الاحد تمام، يعني هينزل لكم يوم الاحد من غير ميعاد تمام، وهيتمنتج كمان باذن الله يوم الاحد على قد ما نقدر عشان ينزل لكم كل يوم فيديو. طبعا احنا امبارح نزلنا فلوج رقم 6 الساعه 7 تمام، وعملنا له ميعاد وقلنا الساعه 7 هينزل فلوج رقم 6 تمام. وطبعا ده فلوج رقم 7. ان شاء الله بكره يوم الاثنين هنبدا في تصوير الكليب. ان شاء الله يوم الاثنين هنبدا في تصوير الكليب. معاذ اشرف ان شاء الله اللي هيصوره لنا، وبفكر احلق شعر، ده احتمال يعني اروح احلق شعر عشان مش عاجبني صراحه، مش عايز اطلع كده في الكليب يعني. لما بحلق شعر الوش بيفتح كده شويه ويبقى حلو قوي تمام. دلوقتي رايحين نفطر بعد ما ركبت التقويم. انا كده كده مركبه من زمان، هو يعتبر ما عمليش حاجه جامد، بس عادي انا واخدها دلوقتي. رايحين نفطر كده، ومروحين دلوقتي ونشوفكم بعد شويه.